السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة أم لوجين. اليوم إن شاء الله بحول الله غادي نحضر معكم بسطيلة ديال دجاج حلوة كتجي رائعة والمقادير بسيطة إن شاء الله بحول الله. دابا غادي نخليكم مع المقادير وشوفوا الشكل ديالها بعدا كي كيجي كتجي روعة. انا نخليكم مع المقادير اللي عندي. عندي هنايا واحد الدجاجه انا قسمتها على جوج، واحد الطرف ديال الصدر، واحد ربعه ديال الفخذات. تقريبا عندي جوج كيلو هنا ديال الدجاج، وكيلو هنا ديال البصله كنقطعوها رقيقه ومع التوابل. عندي معلقه هنايا ديال السمن، ومعلقه صغيره ديال الابزار، جوج عويدات ديال القرفه، واحد شويه ديال الزعفران الحر، واحد المعلقة صغيرة ديال الخرقوم، جوج فصوص ديال الثوم، ومعلقة ديال سكينجبير، وواحد شوية ديال الملح على حسب الذوق لأن تيكون عندنا السمن شوية مالح، وواحد شوية ديال المعدنوس إلا كان عندكم مربط أحسن، واللي بغاه هكا مقرض كتقرضيه تحاولي تقرضيه صغير وكتضيفيه. وعندنا واحد نص كاس ديال الزيت البلدية. دابا غادي نخليكم مع الطريقة والتحضير ان شاء الله. كنضيفوا البصله في واحد الطنجره، وغادي نشد هاد التوابل كلها بهاد الثومه والقريفه، غادي نحطها في قنيات. المعدنوس حتى هو كذلك كنضيفو هو والزيت. دابا غادي نشد هذا الدجاج وغادي نشرملو مزيان بهاد العطريه اللي عندي هنا، وهاد السمن والثومه كذلك غادي نشرملهم، وغادي نخليهم واحد شويه باش يتشرب داكشي كله، عاد نديروه على البصله. حكيت ديك الثومه وغادي نضيف عليها داك التوابل مع السمن، غادي نضيف عليها واحد 8 كاس ديال الماء، وندير الملح غير شويه لان السمن راه حار، وغادي نضيف بهاد المكونات هكا بهاد الطريقه نطلقهم هنايا. وغادي نجيب الدجاج نشربو في هاد نخليه يتشرب واحد شوية في هاد العطرية. واللي مزروب يعني ما عندوش الوقت ولا شي حاجة يديرهم في داك الساعات كيضيف كلشي في دقة واحدة، راه كلشي كيطيب. كنوريكم غير كل طريقة وكيفاش، نوريو البنيتات المبتدئات. وهاد الصدر حتى هو يتشرب هنايا كذلك. المهم كنديرو الدجاج هنايا يتشرب في هاد العطرية واحد 10 دقايق. دابا الان كنشعل على داك البصلة وغادي نضيف داك الدجاج اللي تشرب، نص كاس ديال الزيت مع داك الكاس ديال الماء اللي كنت ضفتو مع هذاك هو الماء اللي غادي يطيب فيه لان البصلة كتطلق الماء. غادي نضيف داك الدجاج دابا، باش يطيب غنديرو من الفوق. دابا غادي نضيف داك العطرية وداك السمن وداك نص كاس الماء اللي زدت، غادي نضيفو عليه. وغادي نغطي عليه باش ينزل الدجاج والبصله. دا
دابا الان غادي نغطيو على الطنجره في اللي يطيب هكاك على ما نزلنا الدجاج والبصله ونطلقها ان شاء الله. الان راه مازال فيها الروه والدجاج دخلوا الطياب مزيان، غادي نحاول نزول الدجاج بوحدو ونخلي غير داك المرق اللي مع البصله باش تغمر وتقلى مزيان الطنجره. الان ان شاء الله بحول الله غادي نهز هاد الدجاج كامل نديرو في واحد الطبسيل باش يستقطر من المرق. دابا الان نزول الدجاج كامل وخليته يستقطر، غادي نخليط هاد البصل تشرب منها هاد المرق باش نضيف عليها البيض. دابا الان كنوريكم مرحله بمرحله، بغيت نطيب الدجاج وندير عليه البيض في المرق ديالو، يعني عاد نوريكم مرحله اللي موراها. دابا الان ملي كيتشرب لنا المرق كنوجدو هنايا واحد 9 البيضات ولا 10، انا عندي هنايا 9 ديال البيضات، وانتم هذا كان تيعجبكم البيض حتى ضفتو، واللي ما تيعجبوش يدير غير بصله بزايد. المهم حنا غادي نضيفو المرحله ديال البيض مع المرق، غادي نخليو هادي ما كنزولوش يدينا عليها بالتحراك حتى كتشرب داك المرق اللي في البصله، كنشفوها مزيان. والبيض دابا غادي نقربو واحد شويه باش نبقى نضيف بشويه بشويه، انا غنوريكم الطريقه. دابا الان ملي كنتشرب لنا داك المرق البيض ملي كنطربوه كنبقاو نضيفوه بشويه بشويه ونحركو، ما كنزولوش يدينا على التحراك هكذا باش ما كيطيبش البيض بوحديتو، كيطيب مع داك المرق بهذه الطريقه. ما كتزولش يديك من التحراك بحال اللي كتبردي داك البيض مع داك المرق باش ما كيطيبش بوحدو. عاود كي كتحسي بدا كينشف عاود كتحاولي تكبي واحد شويه، كتكبو بشويه بشويه. عاود كنزيد نضيف ما طبقه من البيض ونبدا نحرك، ما نزولش يدي على التحرك ابدا حتى كتنشف لنا مزيان. ورشيت واحد الرشيشه على البيض ديال الملحه باش ما كيجيش عاود مسوس، ديروا قياس ليه على حساب الذوق وصافي. كنبقاو نحركو مزيان، هيا بدات تنشف لنا، ملي كنحسو بان البيض طاب وتخلط يعني مع البصل وهذا وتشربت المرق صافي، كنطفيو عليه وكنجيبو عاود واحد الشبيكه ولا واحد الصفايه وكنديرو هاد التصفى باش الا كان باقي شي مرق ولا شي حاجه كتصفى مزيان حتى كتنشف باش ما كتفزقناش الورقه. غادي نوريكم الطريقه كيفاش. دابا الان راني درتها في الصفايه هذه باش تقطر مزيان باش ينشف هاد المسائل هذه تنشف لنا باش ما تجيش راويه. وكندوزو للمرحله ديال الدجاج ملي كيستقطر كنحاولوا نزولوا كاع منه العظم وداك القرويش، ما كنخليو فيه حتى عظم وكنشنتوه بهذه الطريقه، كنقطعو طريفات صغيرين وكنشفوه مزيان، يعني كيكون كيستقطر في واحد الشبكه. ندوزو للمرحله الاخرى. دابا الان وصلنا للمرحله لان كنجيبو واحد الكسرونه او مقله كنضيفو فيها الزيت تسخن مزيان، وكنكونو شرينا يعني اللوز يكون مزيان ماشي داك الحار، وتنقيوه كما هكا كتسلقوه وتنقيوه وينشف مزيان، وغادي نقليوه هاد الزيت. انا غادي نوريكم دابا الطريقه كيفاش. نص كيلو د اللوز اللي غادي نضيف، الزيت ما تكون سخونه بزاف فاش تجيو تحطوه، كنديروه هنايا يتقلى على ما كنشوفو بدا يتحمر صافي كنزولو من الزيت، كنخليه كيتصفى وكيسقطر من الزيت مزيان
وغادي نوريكم الطريقه كيفاش غادي نطحنوا. دابا الان ملي كنديروا اللوز تحمر كيتحمر كيولي مذهب، ما خليوش حتى يتحمر بزاف كيولي اللون ديالو هكا مذهب. صافي كنبقاو نصفيوه ونزولوه. دابا الان هنا انتهيت، انا قليته كامل بهذه الطريقه، كيجي لهذا الشكل هكا تحمر. دابا الان غادي نحضر معاكم النوغا باش غادي نزين بها الوسط ديال البسطيله. عندي 50 غرام ديال الزبده و 50 غرام ديال سكر سنيده و 100 غرام ديال اللوز كونكاسي، هذا داك اللوز المهرمش كيكون منقي ومهرمش بيه. غادي نحضر ان شاء الله النوكا، ودابا غنخليكم مع الطريقه. كنشعلوا على البوطه، كنجيب واحد الكاسرون، كندير الزبده هي لا كندير السكر هو الاول، كي غنبدا نشوفها يلا بدات تحمر من الجناب غادي نضيف عليها الزبده. ملي كتبدا تذوب لنا السكر كنضيفوا عليها داك 50 غرام ديال الزبده، غادي نخليوها تذوب مزيان داك الزبده مع داك السكر حتى توصل للغليان ديال الزبده باش كتزول منها داك الكشكوشه. دابا غنبداو نحركو باش ما كيلصقناش داك السكر. كنحاولوا نخليها تغلى واحد الشويه باش كتزول لها داك الكشكوشه. غادي نضيف عليه داك اللوز كونكاسي، نديرو التحريك تدريجيا، وغادي نزيد اللي عنده داك الكليكوز يضيفو معاه، واللي ما عندوش الكليكوز يضيف عسل او شي حاجه كتنسم بها. انا كنضيف العسل لانني في الاول ما درتش الحلاوه في البصله وداكشي ما عسلتهاش، لان واحد السيده طالبه لي بسطيله فيها مسكينه السكر الله يشافيها، ايوا وبغيت نديرها لها مسوسه واحد الوحيده، وعاد ندير لراسنا حنايا وحده فيها السكر. دابا الان غنضيف داك جوج معلقات ديال العسل، هادي العسل الحره ولكن كلها وشنو كيبغي يضيف، انا قلت لكم على حساب السيده. غادي نحركها لان ما خصكمش تسيحو فيها بالتحريك. دابا الان غادي نجيب واحد السيليكون اللي كيكون خاص ديال الطياب في الفران، وغادي نديرها واحد شويه في داك السيليكون باش نديرها في الفرن. دابا الان ان شاء الله جبت هذا السيليكون المدور وضفت فيه داك اللي ضفت قبيله ديال الكونكاسي والسكر. هذا هو السيليكون المدور اللي كيكون خاص بالفران، جبته درت فيه هذا، ضفته في النوغا اللي وريتكم. دابا غادي ندخلها للفرن واحد 10 دقائق ونخرجها ان شاء الله. غادي نطحن اللوز، وهاد الطحانه باش ما نصدعكمش وعاد نوريكم كيفاش جا.
اللوز كيفاش مهرمش. دابا لاني كنطحنوا داك اللوز كنغليو واحد شويه ديال الزبده باش كتزول منها داك الكشكوشه، وكنسقاو بها داك نص كاس هكا ونخلطو تنحسو بداك اللوز بانه راه تيدم، حيت لان ملي كيتطحن كيولي ناشف. والزبده بطبيعه الحال تكون ديال الماكله، ما تكونش ديال الحلوى ولا شي حاجه باش كيجي فيها لوغو زوين. عفوا ما بينت لكمش قبيله بانني درت معلقه ديال القرفه مطحونه. ها هو دابا الان داك البصل والبيض ناشف، هذا هو اللي غادي نديروا له الحلاوه. كنديروا واحد الكاس ما عامرش ديال سكر كلاصي، نضيفوه على هذا ديال البيض والبصله، لان كان خاصنا انا قلت لكم في الاول نضيف له السكر، انا ما درتلوش على حساب السيده باش هزيت لها واحد شويه على حساب فيها السكر ويشافيها ويشافي الجميع. هذه باش كتحسن وكتعطي ديك الحلاوه، واللي كيبغي الحلاوه اكثر يزيد. انا درت غير القياس اللي راه عندي، دابا اللوز ها هو دا، الدجاج ها هو دا مقطع، دابا بقات لنا غير الاضافه التاليه ديال الورقه غنجيبها باش نطلقها. انا ما عنديش الطبسيل ديال الفران ديالها المدور، غادي نديرها في هذا الطبسيل هذا، عاد نديرها في واحد الطبسيل ديال الفران باش تشد لي القياس الدائري على حساب الورقه. انا ما عنديش الورقه بحال ديال المغرب، عندي الفيلو حتى هي كتجي رائعه. كنجيب فايش غادي نضيف هذا الورقه وغادي ندهنها بالزبده، كتكونوا مذوبين الزبده باش ما تلصقليش الورقه، لانني انا عاده نديرها في الطبسيل ديال الفران هذا غير باش يشد لي لاطراس والقياس ديال سطيله مدوره. كنحاولوا ندهنوا داك الورقه بالزبده مزيان، لان الزبده كتقرمشها، هادي ديال الفيلو الا ما حاولتيش عليها دغيا كتقطع هاد الورقه. يعني كنديروا جميع المحاولات باش كتجي مزيانه. دابا الان ملي كنديروا نفرشوا لها الورقه وندير لها الزبده، كنجيب داك الدجاج هو الاول، كنصبغ واحد التفريشه ديال الدجاج بهذه الطريقه، كتكوني مقطعه مفته باش يعني ما فيه حتى شي عظم. كتفرشيه مزيان، ضروري دابا اليدين كيخدموا انهما اللي كيساعدوا. دابا الان غادي نجيب داك التغميره اللي بالبيض وبالبصله، نديرها طبقه الفوقانيه بهذه الطريقه، عاوتاني كنوزعوها ونحاولوا شويه نضغطوا باش كتجي طبقات معوطين. ودابا غادي نضيفوا الطبقه التاليه ديال اللوز، كنحاولوا نضغطوا واحد شويه، كنحاولوا ندهنوا الجوانب كاع ديال الورقه باش تنبداو نضيفوا باش نلويوها باش الان نجمعوها. كل ما طلعت الطرف ديال الورقه كنحاول ندهنوا بالزبده كنحاولوا نلفوها غير بشويه، لانها هي الورقه دغيا كتقطع. حنا
احنا واخا تقطعنا هذا الوجه هذا ما عندناش مشكل، لان احنا غادي نحاولوا نطرقوها. غادي نجمعوا لها الجوانب هادو، بهذه الطريقه نزيدو نجمعوها، وغادي نزيدوها ورقه اخرى باش نجمعوا لها الجوانب ديالها معاوطين. نحاولوا بحال نلمطوها من التحت باش ما كتجيناش مبطزه بالورقه. كنزيدو هاد الورقة هكا في الوجه وكنلفوها من الجوانب مزيان ونقدوها. دابا الآن ملي جمعت لها ولفيت لها الجوانب ديالها، كندهنها بالزبدة مزيان، وغادي نديرها في طبسيل في الفران، وملي طيب إن شاء الله نتلاقاو. كنزيد واحد الإضافة ديال واحد كيعطي واحد الديكور هكا الورقة. نحاولوا نلمطوها مزيان، هادي راه ما كتساعدنيش لانها دغيا كتقطع. دابا دهنتها مزيان بالزبده، درت لها هذا الديكور بالورقه، ساعه ما ساعدتنيش مزيان. دابا غادي نديرها طيب ان شاء الله نتلاقاو. هذا هو الشكل ديال البسطيله اللي حضرنا اليوم. كاين اللي كيدهنها بالعسل من هنايا او بالنقاش باش كيلصق فيها هاد اللوز ايفيلي، او يقدر تحمرها غير هكا كطيب كتجي رائعه بزاف. كنزيد نزينها انايا بهاد اللوز ايفيلي هنايا في الوسط في هاد الجنيبات هادو بهذا الشكل. انا حيت الورقه شويه ما ساعدتنيش داكشي علاش هاد اللوز ايفيلي كنضيفوه هنايا في الجناب، كتجي رائعه بزاف. وكنزيد هذاك الديكور ديال اللي قلت لكم ديال النوغا، كيجي رائع، كنتمنى البنات يجربوه، كتجي فيه واحد اللذه زوينه بزاف بزاف. هو اللي قلت لكم غادي نحطوه هنايا باش نديكوري به، كيجي رائع. كيجي زوين بزاف بزاف. وفي هاد الطرف ديال الورقه هما اللي غادي نضيف ليهم شويه ديال السكر الكلاصي اللي درت لهم بحال شكل بابيون. هذا هو الشكل النهائي ديال البسطيله اللي بالدجاج، كتجي رائعه بزاف، كنتمنى تجربوها. بارطاجيو مع الاصدقاء والحباب، وضغطوا على الجرس لكي يصلكم الجديد، ونقدموها بالصحه والراحه.